القراد حشرات تشرب الدماء وتنقل الأمراض. من حسن حظنا أنها صغيرة جدا، ولكن ما الذي سيحصل لو كانت هذه الحشرات بحجم البشر؟ كم مقدار الدماء التي ستكفيها في الوجبة الواحدة؟ ذلك ما سنعرفه في هذه الحلقة. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل، اضغط على زر لايك، كبر الشاشة، ولننطلق سويا. مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة هل تعلم في كل مكان. يمتص القراد الدم مثل البعوض تماما، ولكنه أخطر من البعوض بكثير. هذه المخلوقات الصغيرة لا تستطيع القفز أو الطيران، ولكنها بدلا من ذلك تترصد ضحاياها بين الأعشاب، وبمجرد اقترابهم منها تتشبث بالجلد وتبحث عن مكان مثالي لاستخراج الدماء. عند العثور على ذلك المكان، يتشبث القراد جيدا بواسطة الفم الحاد ويمتص بعض الدماء. هذه الحشرات تحمل أمراضا أكثر من أي حشرة أخرى، وإذا قامت بامتصاص الدم من حيوان مريض فإنها ستكون قادرة على نقل ذلك المرض للبشر. وأشهر الأمراض التي يمكن لهذه الحشرة نقلها هو فيروس لايم، فيروس بواسان، حمى الجبال الصخرية المبقعة وغيرها. ولكن هل ستكون خطيرة لو أن حجمها أكبر مما عليه الآن؟ من الصعب ملاحظة وجود هذه الحشرات، فإن متوسط طول الواحدة منها هو 4.57 ملم بمعدة فارغة، وعند امتلاء المعدة يصل الطول إلى 12.7 ملم. ولكن الأمر يختلف تماما إذا تخيلنا نسخة عملاقة من هذه الحشرة. إذا كان القراد بنفس حجم البشر، فذلك يعني أنه أكبر ب144 مرة من حجمه الحالي. وإذا كانت هذه الحشرات تختبئ اليوم بين الأعشاب، فإنها لن تعود قادرة على فعل ذلك بسبب حجمها الكبير. ولكن على كل حال، فإنها لن تستطيع رؤيتنا، لأن القراد ليس له عيون. تعتمد هذه الحشرات على أرجلها الأمامية لاستشعار الحرارة المنبعثة من الكائنات الحية، وعندما تقترب الضحية بما يكفي تلتصق بها لامتصاص الدماء. ولكن إذا كانت الحشرة عملاقة، فإن وخزتها ستكون أشبه بطعنة سكين كبير ومسنن، وذلك يمكن أن يسبب الكثير من الضرر. إذا حاولت إزالتها بنفسك فإنك سوف تنزف كثيرا، وفي العادة يستغرق القراد حوالي ساعة للعثور على المكان المناسب للامتصاص. ولكن إذا كانت الحشرة كبيرة وقادرة على إحداث جروح عميقة، فإن أي مكان سيكون مناسبا لها. والمعروف هو أن محاولة إزالة القراد متوسطة الحجم من الجسم أمر صعب ومؤلم للغاية، فما بالكم لو كانت تلك الحشرة بنفس حجم الإنسان؟ إزالتها بالتأكيد ستؤدي إلى تمزق العديد من الأنسجة. في تلك الحالة سيكون لديها خياران، إما إزالة الحشرة أو محاولة النجاة بعد التعرض لنزيف حاد، أو الاسترخاء وتركها تمتص بعض الدماء، وذلك هو الخيار الأفضل، لأن كمية الدماء التي تمتصها ستكون أقل من تلك التي ستنزف منك إذا قمت بإزالتها بالقوة. يمكن للقراد امتصاص ما بين 0.5 إلى 1.5 مللتر من الدم، وإذا ضاعفنا حجم الحشرة 144 مرة، فذلك يعني أنها ستمتص ما بين 72 إلى غاية 216 مللتر، أي أن الاسترخاء والسماح للحشرة العملاقة بامتصاص الدم سيكون أقل ضرراً من النزيف الذي ينتج عن نزعها. ولكن ذلك لا يعني أبداً أن الوضع جيد، فإذا قام القراد بامتصاص دمك فإنك ستحتاج إلى الذهاب للمستشفى للحصول على الإسعافات الأولية اللازمة. يحتوي لعاب هذه الحشرات على 3500 نوع مختلف من البروتينات، وأحدها يقوم بتقليل كثافة الدم ليصبح امتصاصه أسهل، في حين أن بروتيناً آخر يقوم بتثبيط الاستجابة المناعية لمنع تجلط الدم. وإذا كنت محظوظاً فسوف يحتوي اللعاب على إنزيم وظيفته هي تخفيف الألم الناتج عن اللدغة. تواجد تلك المواد في جسم الإنسان سيسبب الكثير من الضرر، مما يستدعي الحصول على رعاية طبية خاصة. وبالتالي يمكن القول بأنه من حسن حظنا أن القراد حشرات صغيرة جدا،
وإلا لسببت لنا الكثير من المشاكل في حياتنا. ولكن لا يجب أن ننسى بأن هذه الحشرات الصغيرة يمكنها أن تسبب الكثير من الضرر إذا هاجمت ضحيتها بمجموعات هائلة. هل يمكنك تخيل مليون حشرة صغيرة تمتص دمك في نفس الوقت؟ إنها فكرة مرعبة. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. إذا أعجبتكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات العجيبة، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا بالتعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.